أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 30 من يونيو أثبتت أن الشعوب حينما تنتفض لا يقف أمامها العالم. وشدد الرئيس السيسي على أن ثورة 30 من يونيو قضت على جميع المحاولات لطمس الهوية الوطنية، وأشار الرئيس إلى أن القوات المسلحة كانت تتابع مطالب الشعب وانحازت للإرادة الوطنية الحرة استنادا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة. أيضا افتتح الرئيس السيسي اليوم مطاري العاصمة وسفنكس الدوليين، وذلك عبر الفيديو كونفرنس من مسرح الجلاء. كما افتتح الرئيس السيسي مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وتفقد الرئيس قصر البارون بعد الانتهاء من أعمال الترميم له. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. أهلا بك دكتور عبد المنعم. دكتور عبد المنعم، هل أنت معنا؟ أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. إذن يعني نتكلم عن عدة نقاط في حوارنا. أولا ما قاله الرئيس السيسي عن ثورة 30 من يونيو خلال افتتاحه لعدد من المشروعات اليوم، قال أن هذه الثورة أثبتت أن الشعوب حينما تنتفض لا يقف أمامها العالم، وأن هذه الثورة هي قضت على كل المحاولات لطمس الهوية الوطنية. تعليقك؟ طبعا كلام صحيح 100%. الفترة الماضية التي كان يحكم فيها الإخوان وهو عام 2012-2013 كان للأسف الشديد كان هناك طمس للهوية المصرية بشكل كبير، ودايما احنا المصريين يعني عندما تتعرض أراضيهم أو هويتهم ب يعني التدخل أو محاولة الطمس بنجد أن هناك ثورة دائمة من المصريين. محاولة طمس الهوية ومحاولة حتى الوضع الاقتصادي السيء الذي لم نكن نراه حتى قبل عام 2011 والذي تدهور الحال الاقتصادي بشكل كبير جدا، ولم يكن هناك رؤية واضحة للاقتصاد المصري أو سياسات اقتصادية واضحة، كان هناك مجرد حديث عن مشروع النهضة الذي لم يكن له أي معالم أو أي أهداف أو أي محاور يتم الاستناد إليها أو أي قطاعات للتنمية. بالعكس كانت أسوأ فترة يمكن أن نتخيلها في وضع الاقتصاد المصري هو عام 2012-2013 الذي انتهى بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أصدر تقرير الصادر في 24 مارس 2013، والذي أقال فيه أن الدولة المصرية بتحمل في طياتها معول الفشل المالي ولا تستطيع أن تقوم بسداد أي التزام من التزاماتها. هذا التقرير الذي كان بمثابة ضربة قاسمة للاستثمار الأجنبي الذي انخفض في عام 2012 إلى أدنى مستوى ليه وهو 900 مليون دولار، يعني أقل من مليار دولار في هذا العام، ولم يتحقق أي استثمارات على الأرض المصرية بشكل واضح. طيب يعني خلال افتتاح الرئيس السيسي اليوم لعدد من المشروعات مطاري العاصمة وسفنكس الدوليين، أيضا شهد تطوير قصر البارو، يعني كل هذه الأعمال دكتور عبد المنعم هي تتناغم مع ما حدث منذ ثورة 30 من يونيو، هذه العملية الكبيرة جدا للتنمية الاقتصادية في مصر، كل هذا طبعا ومع مكافحة الإرهاب في ذات الوقت. الشق الاقتصادي كان له الأولوية خلال هذه الفترة، عدد كبير جدا من المشروعات القومية، أيضا مشروعات الصغيرة المتوسطة متناهية الصغر، مركز مصر الذي ارتفع في المؤشرات العالمية. كيف رأيت هذه النظرة للاقتصاد بعد ثورة 30 من يونيو؟ المشهد الاقتصادي في مصر تغير بشكل كبير خلال الفترة من 2013 وحتى الآن، ويمكن هناك معالم واضحة للاقتصاد المصري بدأت به التنمية الاقتصادية وإغراء التنمية الاقتصادية ومشروع التنمية المستدامة 2030 اللي كان بيمثل رؤية واضحة للاقتصاد المصري، وانطلق بعدها مشروع الإصلاح الاقتصادي اللي بدأ من مع أوائل عام 2016 وانتهى في ديسمبر، المرحلة الأولى منه انتهت في نوفمبر 2019. لكن أهم ما يميز هذه الفترة هي عملية البناء والتشييد المستمرين بشكل كبير. الملف الاقتصادي كان على رأس الأولوية حتى بعد أزمة فيروس كورونا اللي تعرض لها العالم. يمكن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم الآن التي تواجه أزمة زي أزمة فيروس كورونا اللي بيواجه العالم ككل،
وايضا بتقوم بعمليه بناء مستمر وعملية تنمية حقيقية للاقتصاد المصري. في هذه النقطة بالذات عذرا للمقاطعة دكتور، ولكن يعني عندما تخرج دول كبرى من يعني هذه الجائحة اقتصاديا ويخرج اقتصادها بالسالب أو معدل النمو بالسالب، ولكن يخرج معدل النمو في مصر بالموجب أو الإيجاب، كل هذا يعني ترجعه لماذا؟ برجعه للصح الاقتصادي اللي مصر بدأته، ويمكن أزمة فيروس كورونا هي اختبار حقيقي لمتانة وقوة الاقتصاد المصري اللي تحسنت بشكل كبير، سواء كانت على الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية التي لا تكذب. النهاردة احنا بنتكلم في معدل نمو تحقق على أرض الواقع 5.4% في عام 2019، كنا في عام 2013 2% أو أقل من 2%، معدل بطالة النهارده بنتكلم في 8.9، كنا في حدود 14% في عام 2013، النهارده أصبحنا في الاحتياطي النقدي وصلنا في أوائل فبراير عام 2020 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وكنا قبل كده في حدود 15 مليار دولار في عام 2013، واستندنا بسبب أزمة فيروس كورونا كان عندنا متكأ اللي هو نأتي إليه أو نذهب إليه، وهو الاحتياطي اللي تم إنفاق منه حوالي 9.5 مليار عشان نعوض العجز من الحصيلة الدولارية اللي كان بتتأتى من القطاع السياحي وقطاع الطيران وأيضا من الصادرات المصرية. أيضا المشهد الاقتصادي تغير في التصنيف الائتماني المصري والنظرة المستقبلية الجيدة اللي أقرتها المؤسسات المالية على رأسها فيتش وستاندرد وموديز، اللي أقرت النهاردة احنا بي بوزيتيف أو بي موجب، في حين ان احنا كنا ماينس تريبل سي في عام 2013، وده كان معدل للأسف منحدر جدا، ولم يكن هناك أي تشجيع أو أي جذب للاستثمارات اللي تحولت من 900 مليون دولار أقل من مليار إلى أكثر من 8.5 مليار تحققوا على أرض الواقع في 2019. المشهد الاقتصادي تغير بشكل كبير، عملية البناء والمشروعات القومية اللي تم عملها بشكل كبير في الفترة اللي فاتت، إحنا يكفينا فقط أن نتحدث عن مشروع التطوير والعشوائيات المصرية اللي تم إنفاق أكثر من 32 مليار جنيه مصري خلال 5 سنوات، في حين وعشان نبين الرقم ده اهميته ايه او قوته ايه، انا عايز اقول لحضرتك ان ما تم انفاقه على تطوير العشوائيات في مصر من عام 2004 حتى 2010 653 مليون جنيه مصري، يعني اقل من مليار جنيه، اقل من مليار جنيه. احنا بنتكلم في 33 مليار تم انفاقهم في 5 سنوات، النهارده اتطورت المناطق العشوائيه في مصر، عندنا محافظات بالكامل زي محافظة بورسعيد لا يوجد فيها مناطق عشوائية، عندنا لا توجد أي مناطق عشوائية غير آمنة على مستوى مصر. التطوير المناطق العشوائية والسكن الآمن المحترم اللي بيكون بنقدمه لأبناء مصر، وده حق أصيل لهم لو توفير المسكن الآمن والمسكن المحترم عشان أقلل معدلات الجهل ومعدلات الفقر ومعدلات الجريمة اللي ومرحلة العوز اللي كانت موجودة في الدولة المصرية. النهاردة شكل وخريطة مصر بتتطور بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية. غير المشروعات القومية، هناك أيضا نقطة هامة دكتور عبد المنعم، وهي أن الدولة اهتمت بالشباب. الشباب دائما على رأس أولويات الدولة، ولهذا يعني جاءت هذه الفكرة، فكرة مشروعات صغيرة متوسطة متناهية الصغر لكي يعمل الشباب بها. يعني لا يستطيعون أن ينشئوا كل هذه المشروعات الكبيرة، هي تنشئها الدولة، ولكن أيضا هذا هو القطاع الهام جدا والذي من المنتظر أن يقضي على الاقتصاد غير الرسمي. مشروعات صغيرة متوسطة متناهية الصغر عندما تكون مقننة فهذا يعود بالنفع على الكل. احنا بنتكلم في دولة مصرية قوامها اكثر من 60% في عمر الشباب او في سن الشباب، الهرم السكاني 60% منه يد عاملة تعمل لا تزيد سنها عن 60 عام، فاحنا بنتحدث عن يعني مرحلة عمرية هي الآن تتصدر المشهد الاقتصادي والمشهد السياسي. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بدور كبير جدا في تمويل المشروعات، المبادرات البنك المركزي قام من خلال سياسات نقدية واعية جدا
لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر والمتوسطه والصغيره بشكل كبير، وعمليه الدعم حتى لما حصل ازمه فيروس كورونا، تاجيل الاقساط المستحقه على اصحاب المشروعات لمده 6 شهور عشان اوفر ليهم او يعني يكون مسانده ومساعده من الدوله مؤقته لحين ان نعدي بر الامان من هذه الازمه الموجوده الطاحنه على مستوى العالم. كل دي عناصر بتدي وعي لدى الدوله انها يعني بتحفز القطاع الخاص، بتحفز الشباب. النهارده المشروعات الصغيره المتوسطه تم انفاق وتمويل اكثر من 24 مليار جنيه تم انفاقهم، سواء كان من البنوك او سواء كان من جهاز المشروعات الصغيره المتوسطه، وايضا مبادرات البنك المركزي اللي قامها بتقديم او بدعم وتمويل المشروعات الصغيره بفايده 5% متناقصه، والنهارده بيقدم مبادره جديده ب 8% متناقصه، وايضا مبادره تمويل المصانع المتوقفه. كل ده بيدي يعني انطباع ورساله حتى للمستثمر الاجنبي ان احنا دوله فاهمه يعني ايه اقتصاد، فاهمه يعني ايه استثمار، بتشجع الشباب، بتشجع الايدي العامله. وده يمكن ان يعني ظهر واضحا وجليا في معدلات التشغيل اللي ظهرت زادت، ومعدلات البطاله اللي انخفضت من 14% وكانت موجوده على ارض الواقع في 2012، النهارده بنتكلم في معدلات البطاله في مصر في حدود 9%، ويمكن متوقع مع الموازنه الجديده اللي هي باذن الله تنتهي في يونيو 2021 ان احنا نكون تجاوزنا او انخفضنا الاقل من 7% كمعدل بطاله. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه.